توثيق العقد الزواجي. خش الكتب تعال. لحظة لا. أحمى خلوهم يكتبوا بعدين. استنى يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو مدد دوت عشان جدو على المكان مش لو شاد ارض مش هتعملوا فيها اللي انتوا بتعملوه ده. ليه يا ابني؟ ده الجواز نص الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. ايه يا مساء العسل. نورك يا حاج. ها لسه كمان على الصوره وعلى الورقه يا عيال. ما هو الجواز ما اسمه ميثاق غليظ ليه؟ ما الزواج ميثاق غليظ. خلصت دور. ما
عدى كام ده بدك؟ ملي 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 بس العفش على ما يروح العفش وتكتب ايه وتاخد ايه؟ الجوافدي يا عم ربنا يتمم بخير يا عم. ما تقلقش ده على راسنا شيله في عينينا ان شاء الله. يا رب الف مبروك الصورة دي عبد احمد علي يا عمدة عمدة فاونشر 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 من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. يا لازا بص يا لاز ركز يا عم يا اشمعنى يا اشفاد احسن رجل اشتغلنا عليه اليوم اشتغلنا كل الصراحه لسه بتقوم في الورق برضه سير فول انا اهو الله يبارك شو اللي بيتجوز يا رب ما
منديل تحت مش هينزل. في كمان ما بص يا احمد ما يخلنا منه شخص كلنا فاهمين. الفتحة على السكوت يا اولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نشهد بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه عقد قران زوجين مباركين بفضل الله جل وعلا وكرمه ومنه. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موجها للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاغفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الزوجات بطاعة أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أطاعت زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها دخلت جنة ربها. فشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزوجة طاعة الزوج حتى تكون في جنة الله ورضوانه جل وعلا. وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزوج أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، وألا يضرب الوجه ولا يقبح. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج بالإحسان إلى أزواجهن. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم أن أقواما أن بعض الرجال يضربون نساءهم، تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقال: بلغني أن رجالا يضربون نساءهم، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لنسائهم، وأنا خيركم لنسائي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نوصي الأخ العريس أحمد على الكبير فرحات بأن يتقي الله جل وعلا فيها، وأن يعاملها معاملة الإسلام، وأن يحسن إليها، فإن الله جل وعلا رقيب عليه وعلينا جميعا. ونطلب من العروس أن تطيع زوجها في غير معصية الله جل وعلا، فإنه جنتها إن أطاعت ونارها إن عصت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وندعو جميعا العروسين: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أكرر معي: اللهم بارك لهما، اللهم بارك لهما وبارك عليهما، وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما، واجمع بينهما في خير. اللهم صب عليهما الخير صبا، آمين يا رب، ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم صب عليهم الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا. وارزقهم الذرية الصالحة، وارزقهما الذرية الصالحة، وارزقهما الذرية الصالحة بفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى سائر إخواني من الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. تفضل. وهي إن شاء الله ليلة مباركة، ده إحنا في أيام رمضان، أيام كلها خير وبركات إن شاء الله. نستغفر الله العظيم التواب الرحيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام والإيمان. لا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. أنا عايز أشد من دلوقتي.
الحمد لله الحمد لله لقد استخدت الله وزوجتك وكيلتي اللابسه الرشيد محمد على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصراط المسلم عاجله واجله وعلى ما اتفقنا عليه والحضور يشهدون على ذلك والله خير الشاهدين. بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله لقد توكلت على الله لقد توكلت على الله وقبلت منك وقبلت منك زواج وكلتك الانسه الانسه عفه احمد محمد الفرماوي عفه.